كانت عندي واحد الاصابه في الدار وكنت جالس مع العائله ديالي وداكشي. كانوا العائله قبل من الديربي ومنهم الاخ ديالي كيقولوا لي واش غتلعب؟ كنقول لهم لا راه ما غاديش نلعب. وكانوا كيقولوا هما يبقى انا راه اللي عيط الاخ ديالي وداكشي كيقول لي لا راه ما غاديش يلعب راه باش عيب دارو ظهرو وداكشي. نهار الديربي انا كان عندي مشكل بقيت في الدار ما مشيتش للوطيل مع الفرقه وداكشي وهذا كان من المدرب اوسكار كان طلب انني نبقى في الدار باش نرتاح وداكشي مع المشكل ديال الظهر ديالي كان مشكل صعيب شويه باش الغد التحق بالفريق. فانا ديك الليله ديال المباراه جلست في الدار وبقيت يعني مع العائله ديالي وداكشي. الاخ ديالي مشى مع العائله وداكشي وهادي مشاو للملعب فاذا كيشوفوني انا داخل رسمي. ف ملي جيت للدار وداكشي وهادي وقع لي مشكل مع الاخ ديالي وقال لي واه كذبتي عليا زعما وانا كنقول الناس راه ما غتلعبش نتايا وداكشي وهادي. هذه هي الحاجه الطريفه اللي وقعت. ولكن بالنسبه للحاجه اللي وقعت في الديربي واخا كنت موجود واخا ما كنتش موجود في ديك المباراه وداكشي وهادي هي الموت ديال بالخوجه. فهذه هي الحاجه اي واحد اللي غادي يذكرها وداكشي الله يرحمه وداكشي ويوسع عليه. فهذه هي الأسوأ حاجه اللي وقعت يمكن في الديربي. الديربي ما نقدرش نقول لك انايا النتيجه. الديربي تيكون عنده طابع خاص ديالو يعني احتفاليات تتكون بطوله داخل بطوله. كل فريق كيبغي ينتصر على الاخر، كل جمهور كيبغى انه يخرج فرحان بالانتصار ديال الفريق ديالو. ونتمنى ان شاء الله انا كرجاوي يعني كرجاوي ضروري غنبغي الفريق ديالي يفوز ونتمنى ان شاء الله انتصار الفريق الرجاء البيت. ديال واش تلقيت عرض من فريق الوداد البيضاوي ولا ما تلقيتش؟ ما باش نقول لك واحد الفكره. انا فاش كنت في البرنوسي كان جاتني عروض بحكم المشاركه ديالي مع المنتخب الاولمبي وديك الساعه كنت واجد مع فريق الرشاد البرنوسي. كانوا جاوني عروض من فريق الوداد البيضاوي، من فريق الجيش الملكي، من عده فرق وطنيه. ولكن انا كرجاوي ما قدرتش انني نقبل ديك العروض مع احترامي لهاد الفرق هادو فرق كبيره. ولكن بالنسبه لي انا كرجاوي وكنبغي فريق الرجاء البيضاوي ديالي من الصغر فما قدرتش نمشي لاي فريق من غير فريق الرجاء البيضاوي. من بعد لعبت في تطوان ولكن هذيك حاله خاصه لان غير باش نفهم الناس انني مشيت لتطوان. علاش؟ لان كان وقع لي مشكل مع بعض الناس اللي كانوا ملي جيت لتطوان. كنت في فرنسا جيت للفرقه ديالي، جيت باش نلعب في الفريق ديالي اللي هو الرجاء البيضاوي. ولكن كان وقع لي مشكل ديال مع بعض الناس اللي كانوا قالوا الله يسامحهم وداكشي وهادي. كانوا قالوا راه بانني طلبت الفلوس بزاف وداكشي وهادي باش نرجع للفرقه. اصلا انا ما كانش عندي مشكل ديال الفلوس مع فريق الرجاء البيضاوي ولا كان عندي حتى شي حاجه. كنت نفضل انني نجي نلعب مع الفريق ديالي بدون اي عقد ولا شي حاجه. وهذا هو المشكل لان كانوا سدوا لي البيبان وداكشي وباش من رجعت للفريق الرجاء البيضاوي ومابقيتش ما جالس. مشيت التحقت بفريق المغرب تطوان. ما محتاجش نوصل لهم انا رساله. انا عارف فريق الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي ما تيبخلش على الفريق ديالو لا بتشجيع لا باي حاجه. نتمنى انه يوقفوا مع الفريق ديالهم وفي هاد المشاكل اللي كاينه. وما كاين حتى شي واحد غادي غير نقول انا عارف ان الناس انا راه رجاوي وتنبغي الرجاء بزاف وتن راه ما كاينش اللي غادي يوقف مع الفرقه ديالو من غير الجمهور ديالها. نتمنى انهم ينساو هاد المشاكل هادو يوقفوا مع الفريق ديالهم يشجعوا اللعابه ديالهم وان شاء الله هاد المشاكل راه غادي تدوز ان شاء الله. وكنظن
تما مقلقين من هاد المشاكل وبزاف ديال الحوايج. ان شاء الله راه بالوقفه ديالهم مع الفريق ديالهم ان شاء الله راه هاد المشاكل غادي تدوز وتما غادي يرتاحوا من هنا ان شاء الله. والفريق الرجاء البيضاوي غادي يرجع للالقاب وغيرجع للفريق الرجاء البيضاوي اللي معروف عليه واللي كنعرفوه من زمان.